السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبرات شوف يفتوى برنامج تكتاتا وش الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله فك عدوهننا أستاذات شنقار شيخ محمد زين زهر الدنقار حفظه الله ورعاه شخاتشن شيخ محمد زين زهر الدن تياكي بالا بيتي كان نقالي بيت كهيرش فتشنش بلوين ببر كذابيت بتعزيان بتلاي قطامي هيد كني يعني كان لتي تايال السوم قدون رستوتيون علاكم السوكا كالكالين بيت هجالو كهولت بيت نبري كالكالين كذا هجالو نيكاون دتنو اهمن يونو ابرن ينورنا نو تلالي وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك جزاك الله خير اكرمك الله ان قلي بيت كقباش قلي قار كتقنعنيش يهن سراك سراش يهن عينت لبس كلباش ستتنو فاتنو بتشابلو مع لفساي هون تسكفتش للدرشي تشي علش كالات يعني ان قلك سراش تفتالش ان محمد بيت ان احمد بيت ان داتجي كهرش تفتش علش مالت فتشون بس صلاة عاد الرجوع ما أعرفنا بتجازر بتجش نهالو لتفتح كفلقتش زي عبيت مهرنا هالبا يكلي الإنجليزي بهون أبقت عمي لتفتح فلقاميون ساتفلق هدش أهون ميجر مودمو ك السجار هاد كوينه مثلاً تلازي إسو وسو نعنس تشو على له يعني نقدر تشو على له يقولوا كهونا دي كاريشلان يعني شرطه كان السب يا قال هو نجم تفتح لك عديس من ملص يعني بات من ملص كان لبته الدواء من ملص كان لبته الدواء سعر كنجي بني كهولاي ما ترى ترنا جري اللوم دو عندنا لو تقول ما سفرارات الدزي عيلونا كذا بحالا بوسط أشياء أنا سوتال ما نساتي كلام سو يسوسن تعمل جزاك الله خير أستاذ كذي هي بما كتر لقمو عند تهتاشنا تمتيكو بالبيتي عيني بايش لك فتشنش بلوين نبر ተላይተን እየኖርን አሁን እንታረቅ አለኝ ነገ ጧት ከታረቅነ በኋላ አሁን ማይኑስ ያይን ልፈታ ነው ወላ ምንድነው እንዴት ነው ከመታረቀ በፊት ይሄን ፈታዋ ለጠይቅ ብዬ ነው ወጀዛኩም አላሁ ኸይረን ትላለኝ የፊት ንካህ ባለው ቀን ነው አይኔ አይኔ ባየ ልክ ተፈቻለሽ አላ አሁን አዲስ ተፈታ አይኑ ባያት ፈቷትም ወይ ባፉን ፈቷት ይሁን አናቀም ተፈተው ተፈተው ተላይተዋል አሁን አዲስ ይመለሱ يدرو يعني لو نجار عين من لسم ما هو هالقال نكاح بعد السلطان بنبره وجزين ونجيس في ميونه أهم بالله أيهون بعد ديسو نمت من لسم جزاك الله خير أستاذ أتشين بارك الله فيك يه أساس زين تيجينه يا وطيه كسل هون لا كربو بيجينه عندون دم ما تشينه ميت يكو الناتن نباتون كبيت يزو تبدمي بيجافو سلنا بروس ويزاتشون نبر الناتي دوغار سيخلا اللفوت أقبال لش بلوكا بيت عبارارات نايتو يالك ساچاقينشة بلمنو من بيالين وانجولو من يهالنو اندو لمي ساموت مسوش مكراز زلنا قربت نقرو اللينيلال بارك الله فيكم جزاك الله خيرا بارك الله فيك ونموشاچين هتوشاچين مطامي الناتنا عبات النقر للناس المبتين بقبانا قري مسلن يال نبياتنا عليه الصلاة والسلام تعالى الله وانجلوش كالواتشو عندو عقوق الوالدينو يناتنا أباتن حق مرقتلو ناتنا أباتن انقوانس يهني هل تقبال لك بنامن بلو عسك ايامي قال من ناقر عدل عدلم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إلى الله عندما يمام مارر تنفاش مكوان ان دا يسمان ومفلقه والله مكوان السيشت اقبال لك انت اللوباتها الفلتوباتها اللي اندي بلال لك بلوك الناتن ما انتر مالك جنة تحت اقدام الامهات نوالوس نبي صلى الله عليه وسلم بناتو تشقر سرنو جنة يالو بغن زاجو جنة ايك ايك ابرا جنة يزقا يالتو لدنو نزي هالتو لد درو صحابتشو لعن الله من لعن والديه من النبي صلى الله عليه وسلم استمر ولا جوتشون يتراجم ولا جوتشون يمس عدم يا الله لا أنا يوراد البيت هلو عندي اثنون ولا جون يمس عدم سواء ندمو سواء هنو ولا جون يمس عدم بلو استيقوا اتشو يلي لا سواء بات سدبو يسونا بات ما سدبنو يسونا تسدبو سونا ما سدبنو بلو النبرة أهم جن يا نبي صلى الله عليه وسلم يعلو تحديث وانا ومتى ما من ميارة قراصني مستدوم أقبل لك كسر منه أتوك مزبي أي ملكتشم أجا باشم نزي خلوا
سبحان الله على كل حال ببيتاتشن جنة تزغايتو لن يعلن سووش مالت الناتو تشاتشن عباتو تشاتشن امكوان الناتو تشاتشن عبن بي الناتو تشاتشن هيتوش يا عباتو تشاتشن هيتوش راسو يزيهو أكال الناتشو سلزيه وند ما تشن تساسوال الله ملسو أنتم ترون هذا الركو ممكره الله سبحانه وتعالى جزاه نكفله ميخدم من كباك ولد الله استه ليروتش ميهن النقر يمتسمو هلو اللذي هالا نقر لاي مساته في اللبن ولا جنات النعبات يفلقو نقر لا من راسات شناي كرمو التستاوشو من دي النزي عصوص تسوشكو اندي بلاتش انكك اني يمي هون سرا يسرانو يسرانو الناس توسسلو عندو من دنيالو نات النعباتين وتتالب بيعتا بعتا تانبرا አምሽቼ መጥቼ እንቅልፍ ወሰዳቸው እንዳልቀሰቀሳቸው ብዬ ይያደርኩኝ ልጆች እየተላቀሱ ከልጆቹ አስቀድሙ ማለት ነው ስለዚህ እኛ ምን ለምን ደሞ አሁን በጣም ቀላል እኮ ነው እናትና አባት እኮ ለማስደሰት በጣም ቀላል እኮ ነው ጠገበች ምን አለሽ ምን ያስፈል ምን ያስብላል ባህሪው አለሽ ማማ ካለ ሚስቱ ጋር አልግባባለት ብላ ከሆነ ትንሽ ቤተከራይቶ ለብቻቸው ማኖር ነው አብዛኛው ጊዜ የባለ የህትና ማን ነው የሚስትና የእናት ግጭት ነው እንግዲህ ለዚህ የሚያውቀው እናቲቱ ልጅ ልጅ አባራ ትላለች ሚስት ደግሞ እቺን እናት ጋር ከሆነች አብር ያልኖርም ትላለች የዚህ አይነት ግጭት ነው ጎበዝ ማለት ወንድ ማለት ለዚህ እኮ ነው አላህ ወንድን ኃላፊነት የሰጠው ይሄንን አጣጥሞ መሄድ ይችላል እንዲህ ያሉ የተለያዩ ነገሮችን አጣጥሞ መሄድ ይችላል ብሎ ነውና ወንዶች በተለይ ልጆች እናቶቻችን ላይ ለምቀልድ አይገባም እናት ያለው ሰው የበር የጀነት በር በቁልፉ በጁ ያለ ማለት ነው አባት ያለው ሰው የጀነት ቁልፍ በጁ የያዘ ሰው ማለት ነው ይሄንን ዝም ብሎ በተራ ነገር ሊጥለውና ሊቀማ ሊያመልጠው አይገባው الله اعلم جزاك الله خير وبارك الله فيك استاذ ከዚሁ ቀጥሎ አንድ ወንድማችን ነው የሚጠይቀው ለእናትና ለአባት زكاة مستتي تشلال ويلال نقروا يا سعزنا لكن دو تياكي ولو تيقو زكاة مالت لليلة دها يميست كان يوتو ودليلة يميهد مالتنو لناتي ستو ماتو كل راسي ماتو كاقراكي سيه ودك انكي سيه مالتنو كن ديوم لناتي سلازي ستو هاي بالم لراس مكبال مالتنو ميهولو زكاة قوترو كزي عوتوتو اندق نابزي بكل زين يوساتر ماس كمت مالت النات لم دنو ميستات شنقروات هاد دي انت زكاه متواطا هنا الناس اللي تشجراتال اصلكو الزكاه ميوجب به اسوان يسوان تشجرم مولته كالفه نو انجي اسوا يشجرات اسوا زكاه تقباي هنا انت انديت نو الزكاه ميوجب به لذلك اناتهن زكاه بلا سايون منسطات اناتي بلا انت ومالك لابيك انت مهنك غنزبه يا اناته يا اباته سلوونه مولو نو منسطات زكاهون ادلم زكاه ميبال نجر لتسد كفلك كوجب بهونه ካንተ ጋራ ባልተያዘ ላንተ ጥቅም በማይውል ያንተን ችግር የማይፈጅ ችግራቸው አንተን የማይመለከተ ለሆኑ ነው ለምሳሌ ወንድምና እህት እንኳን ቢሆን ዘካ መስጠት የሚቻለው ራሳቸውን ችለው እየሞከሩ ካሉ ነው ራሳቸውን ለመኖር እየሞከሩ ካሉ ነው አንተ ጋር የሚኖሩ ባንተ ስር ያሉ ከሆነ ግን አንተ የምትቀልባቸው ከሆነ ለነዚህም ዘካ መስጠት አይቻለው ፈርድ ወንድም ወንድም ለፈርድ ወንድም ለፈርድ እህት የችግራቸው ብቻቸውን እየሞከሩ ካሉ መስጠት ይቻላል ለብቻቸው ነው ያሉት አንተ ስራ አይደለም ያሉት እና አንተ ስር ወድቀው አንተ እየቀለብካቸው ላለ ግን ዘካ አይሰጥም جزاك الله خير استاذ وبارك الله فيك ቀጥሎ ያለው ጥያቄ ከመሰራበት ቦታ አምሳሪያ ላገኘሁኝ ሰዎቹ ደሞዝም አይሰጡኝም ቶብሳ ጠብና ያገኘሁት መክሰላ ደሞዝየንም ስለማይሰጡኝ ያንን አምሳብሪ ይጂ ሶደቃ ሶደኩት ይቻላል ወይ ትላለህ بارك الله ዘካ እንት ሰደቃ ምን ተሰደቃለ ሰርቆ ሰደቃ እኮ የለም ሰርቆ ለገንዘብ ለኔ አስቀረሁት ቢትኑሮ ጥሩ ነበር ለኔ አስቀረሁት ቢትኑሮ የኔ ከደሞዜ የሚቆጠር ወሰድኩ ቢትል እንኳን እንደው ይመስል ነበር ከኪስ ከነሱ ኪስ ወስጄ ሰደቃ ሰጠው አይባልም ይልቁንስ ደሞዝ የማይከፍል ቤት ለምን ትሰራለች ለምን አትወጣ ባጠይቅም ማለት እንደማይሰጧት ያወቀች እዚህ መስራት የለባትም ለዚህ ነው እኮ እንዲህ ያሉ ያለ ፕሮግራም የሚሰሩ ስራዎች ወደ ሌብነት ወደ ሌላ ነገር ያብዛል ይሄ ሌብነት ነው ዘመናዊ ሌብነት ነው መስጠት ነው ለነሱ ሰጥቶ ሐቁን ደግሞ በአግባቡ መጠየቅ ነው ካልከፈሉ ጥሎ መውጣት ነው እንጂ ይሄ ስርቆት ነው እመለሳለባ ጀዛከላህ ኸይር ኡስታዝ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ጥያቄ
እኔ ምኖረው መድና ነው እህቴ መድና ትኖር ነበር እህቴ መኖሪያ ፍቃድ አላተም እኔ መኖሪያ ፍቃድ አለኝ የባስ ትኬት ቆረጭልኝ ስትለኝ እኔ የጋማው አሳስቦኝ ሳይሆን መዋሸቱን ፈራሁኝና እኔ አልዋሽም እኔ ያልሁኩት ሰው እኔ ነኝ ብዬ አንቺን ወደ ሪያድ አልልክም ብዬ ሲላት በተደባበቀ መንገድ ሄደች አሁን አኩርፋኝ ዝምድናን ቆርጣለች እኔ ለዝምድና መቁረጥ ሰበብ ነኝ ወይ በደውልም አታነሳም ሰው ብልክም አታናግረኝም ትላሊ ጀዛኩሙላሁ ኸይራ በስም ሌላ ወንጀል እንዲሰራበት ምክንያት መሆን ወንጀል ነው ለራሱ በይቃማቸው በመንጃ ፈቃዳቸው በሊብሪያቸው በተለያዩ እንትኖች ለሌላ ሰው ወንጀል እንዲሰራ ያስቀምጣው ይችላል ነገር መስራት ከፍተኛ ወንጀል ነው ጥሩ አይደለም ምናልባት ትኬት በቁረጡ ለሷ ሀታ ትኬቱ ቢያዝና ብትገባ ልጅቱ ከዚያ በኋላ ብትያዝ ትኬቱ ጋራ ግንኙነት የሌለው ከሆነ ብትቆርጥላት ምንም ማለት አለው ይጋማ ቁጥር ይጻፋ ይጋማ ቁጥር ከተጻፈ ትያዛለች ስለዚህ የላትም መቁረጥም አልነበረባትም እንኳንም አልቆረጠችላት መቁረጥም የለባትም ለይቃማው አስብ ያደለም የሚለው ነገር ሳይሆን ለይቃማው አስባ ከሆነ ማለት ነው ከዚያ ወጭ ታዲያ የሚያስከለክል እኮ የለም አትሂጂ ህገወጥነሽ ያለ መህረም ተሄጃለሽ ይህም ሌላ እስላማዊ ተልእኮ ነው ያለ መህረም ልትሄጂ ነው በዚህ በእኔ ምክንያት አድርገሽ መሄድ የለብሽም ነው ከዚህ አልፋ እሷ እንግዲህ በምንም መልኩ ያሰብኩት አይቀርም ብላ ሄዳለች አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያስተካክላት ስህተት ነው እንዲህ ያሉ ሙጋመራዎች እንዲህ ያሉ ድፍረቶች ለእንትኑም አደጋ ነው ከእስላም አኳያ መጥፎ ነው መኗሪያ የሌለው ሰው ይህን ያህል ረጅም ቦታ ህገወጥ ጉዞ ማድረግ ያው የመጣውን እቀበላለሁ ከሚል አኳያ በባህር ከሚሄዱት ያልተለየ ሂደት ነው የሚሆነው አንቺ ሰበብ አይደለሽም አሁንም ቢሆን ማሳመን ያለብሽ እኔ ድሮም ውሸቴን መዋሸት አልፈለኩም በእኔ ምክንያት ውሸት ብዙ ነገሮች እንዲሰሩ አልፈለኩም እና ነው አላህ ወሰደሽ አንቺ እንደፈለገሽ ሁኚ ግን እህትነቱን ልንቆርጥ አይገባንም ብላ ማስታረቅ አለባት ይቅርታም ተጨከነች ሰው እኮ ማለት حق سلاياسكن سوي كرتا يطيقي بلو مغتر ايدلم من شجر الله تساسچو كهونه مسلوش كهونه اخو باي اتناهتنا اهتنا ماچنا چاهتنا ماچنا تاچن مكتل اللبن بلا ما سامننا ما استا متارق تشلالچ كامبي كالچ سوالا تطيقيوا يچرلچ بسوا بكل مبتو ان ياسراچو الله اعلم جزاكم الله خيرا استاذ اداماتو تشاچين تملسن نمطالن تملسن نمطال تطيقيوا لالكم السلام عليكم ورحمه الله